أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس احتراف ويندوز 10. في هذه المحاضرة راح نشرح خطوات منطقية ومضمونة 100% لتسريع النظام. طبعا هذه الخطوات هي ما راح تحول لنا الحاسوب إلى بمواصفات خارقة وبالتالي يكون حاسوب سريع جدا، لا، بل هي خطوات راح تسرع وتسهل عندنا استخدام الحاسوب. وأيضا هذه الخطوات هي جاية من خبرة ودراسة وهي منطقية بنسبة كبيرة جدا. وأيضا راح نشرح التفسير المنطقي لكل خطوة حتى تعرف أنه هذه الخطوة صحيحة. أولا هو البرسونلايز أو الدارك مود. طبعا بي ويندوز 10 تم إضافة الدارك مود. أجي هنا أضغط كليك أيمن برسونلايز وأجي إلى كولر وأجي هنا إلى تشوز كولر. عندي هنا الدارك ولايت وكاستم. إذا أجي أختار الدارك وألاحظ أنه راح يتحول النظام باللون الأسود مثل ما نلاحظ هنا الوضع المظلم، حتى الماي كمبيوتر راح تكون باللون الأسود. طيب طبعا إذا أجي هنا ألاحظ يعني عندي هنا هذه المساحة باللون الأسود. طبعا هذه بها حدة مميزات. طبعا أول ميزة هي أنه راح يقلل لي من استهلاك الطاقة، يعني إذا ألاحظ هنا لون أسود هو بنفس لون الشاشة قبل التشغيل، وبالتالي ما راح الشاشة تستهلك إضاءة كبيرة وبالتالي ما راح يتحول إلى لون أبيض. طبعا إذا ألاحظ هنا إذا عندي لون أبيض يعني معناها الشاشة راح تشغل لي إضاءة هواي حتى تحول لي إلى لون أبيض، وإذا كان لون أسود فما راح تستهلك لي إضاءة هواي وبالتالي راح يكون الشحن والطاقة وعمر البطارية راح يكون أكثر. ايضا هو مريح للعين اللون الاسود، يعني اذا الاحظ اني اللون ابيض طبعا راح يدخل اشعاع كثير الى العين وبالتالي اللون الاسود راح يقلل لي من كميه هذه الاشعاع ويكون مريح خصوصا اذا انت تستخدم الحاسوب ب يعني ساعات كبيره. ايضا راح يسرع لي من الويندوز لان راح يتم تقليل من الطاقه وبالتالي هذه عمليه التقليل راح تزيد لي من كفاءه وعمر البطاريه. ولكن بصراحة أنا ما أحب يعني اللون الأسود، أحب اللون الأبيض رغم أنه مضر ومؤذي، ولكن أنا أستخدم اللون الأبيض. فالخيار لكم، أنا أنصح أنه تستخدموا اللون الأسود إذا أنت تحبوه. فراح أغير إلى اللايت. عندي هنا خاصية اللي هي الترانسبيرنسي. طبعا هذه خاصية الترانسبيرنسي اللي هي الشفافية، ترانسبيرنسي إفكت شفافية. إذا لاحظ هنا عندي شريط المهام شفاف، طبعا هذه الشفافية راح تستهلك لي، يعني إذا لاحظ هنا شوف إذا نجد راح ننزل هاي النافذة راح نلاحظ أنه هي راح تكون شفافة مثل ما تلاحظون. هاي عملية الشفافية راح تزيد لي بالطاقة وبالتالي راح تأخذ لي من الرام، يعني البي ان جي أو الشفافية راح تستهلك من البروسيسور والرام، وبالتالي أنه الأفضل أنه نلغيها. يعني أجي هنا ألغي هذه الخاصية، إذا ألاحظ أنه أصبحت غير شفافة. غير شفافة معناها راح تستهلك رام أقل وبالتالي تكون الحاسبة أسرع. جيد. أيضا عندي ون درايف. الون درايف طبعا يجي ويا نظام ويندوز. طبعا إذا أجي هنا أنا أكتب كنترول بانل، طبعا كنترول بالإنجليزي كنترول بانل، وأفتحها. طبعا أجي هنا أنا إلى بروجرام أند فيوتشرز، وطبعا اجي الى الون درايف. يعني يا اما بامكاني انه ابحث يا اما انزل هنا ادور على الون درايف. الون درايف طبعا ضروري نحذفه، ليش؟ لان يعمل بالخلفيه وبالتالي يستهلك من الحاسب، يستهلك من الرام. فمايكروسوفت ون درايف هذا ضروري انه يتم حذفه. نضغط عليه كليك ايمن على الون درايف. طبعا فقط ننتظر التحميل لان الحاسوب هذا نصب بها برامج كثيره. جيد. فبما انه تم التحميل ننزل هنا مايكروسوفت ون درايف، اضغط عليه كليك ايمن ان انستول. ضروري جدا احذف خصوصا اذا انت ما تستخدمه، طبعا في الغالب يعني ما يستخدمون ون درايف، وهو طبعا يجي بشكل اجباري يجي ويا النظام، فضروري تحذفه حتى لا يستهلك من الطاقه وما يستهلك من الرام، لانه هو يعمل بالخلفيه، واي برنامج واي تطبيق يعمل بالخلفيه راح يستهلك من الطاقه والرام. جيد. طبعا بعد ما تم حذف التطبيق راح نخرج من ماي كمبيوتر. الان خطوه مهمه جدا، اذا اجي هنا اضغط كليك ايمن وهنا عندي التاسك مانجر، وطبعا في حال لو كانت بهذه الطريقه نضغط على مور ديتيلز ونجي الى ستارت اب. اذا لاحظ انه هذه الستارت اب هذه هي برامج راح يتم تشغيلها اول ما يشتغل النظام او اول ما تشتغل الحاسوب، فبالتالي راح تستهلك كل الطاقه
من الحاسب، يعني اول ما اجي اشغل الحاسب راح اجي انتظر فتره يلا تستقر الحاسب وتصير سريعه. طيب هاي الفتره اللي انا منتظرها حتى الحاسب تكون سريعه شنو سببها؟ سببها انه عندي مجموعه من البرامج، هاي البرامج تعمل بالخلفيه، وبالتالي هاي البرامج راح تستهلك لي من الرام والبروسيسر، فضروري انه يتم الغائها. طيب عندي هذه البرامج شلون نلغيها؟ مثلا عندي هنا أنا هذا البرنامج، اجي اضغط عليه كليك ايمن ديسيبل، وضروري جدا كل هذه البرامج نختار ديسيبل حتى ما تشتغل عندي في بدايه النظام. طبعا راح يتم تسريع الحاسوب في بدايه التشغيل بشكل كبير جدا، ضروري انه كل هذه الانيبل نسويها ديسيبل حتى يتم تسريع الحاسوب وما تستهلك لي من الطاقه في بدايه التشغيل. طيب بعد ما كملنا من الكل، هذه الخطوه مهمه جدا. ايضا عندنا من ضمن الخطوات اذا اجي هنا على ستارت وطبعا اجي الى سيتنج، عندي هنا يعني خيارات الجيمينج، يعني هنا اذا اجي على خيارات الجيمينج خصوصا اذا انت ما تستخدم الالعاب ضروري جدا تلغي كل اعدادات الجيمينج، يعني هذا تجطب فيها كلها، تجي هنا للاسفل تتاكد وكل هاي الاعدادات طفيها، لان هاي راح تستهلك طاقه بشكل مجاني، يعني انت الطاقه راح تستنزف من عندك وانت ما راح تحتاجها، خصوصا انا مو من اصحاب الجيمينج فما راح احتاجها، فراح اطفي كل هاي الامور. وفي حال انت لا تستخدم الجيمينج لا باس انه تخليها، ولكن على حساب انه راح تستهلك من الطاقه. ايضا عندنا السكايب، السكايب يعمل بالخلفيه وياخذ كثير من الطاقه، فنجي الى سيتنج ونجي الى الابس ونجي نبحث هنا نكتب سكايب، ضروري جدا انه يتم حذف سكايب، اضغط عليه كليك ايمن او كليك ايسر عفوا وان انستول، نحذفه لان ما راح نستخدمه، او اللي يستخدم سكايب يخليه، ولكن ما انصح باستخدام سكايب لان يستهلك الكثير من الطاقة. وأيضا هواي برامج تتعارض ويا البورت الخاص بالسكايب اللي هو 8081، ضروري جدا أنه يتم إلغاء سكايب. الآن عندنا موضوع مهم اللي هو قائمة ستارت، إذا أجي إلى قائمة ستارت ألاحظ أنه هذا عندي هنا مجموعة من الأيقونات، وعندي طبعا هاي الأيقونات وبهذه البرامج مثلا البيكتشرز، طبعا راح يجي يشتغل ويعرض لي وراح يستهلك لي من الطاقة، فجي أن أنا أخفيهن، فضروري جدا انه اجي احذفهن هذه الامور، يعني اجي هنا كليك ايمن واختار ان بين فروم ستارت، اجي هنا بنفس الطريقه كل هاي الامور الغيها من قائمه ستارت، اخلي بس البرامج اللي انا احتاجهن، مثلا عندي هنا الالعاب الموف اللي ما احتاجهن كلهن هذني نلغي. طبعا هذه الامور هي خطوات مهمه ولكن ضروريه جدا جدا في تسريع النظام. طبعا هذه المحاضره نعتبرها هي الجزء الاول من خطوات تسريع النظام، وان شاء الله راح تكون هنالك محاضره اخرى نشرح بها خطوات جديده ومضمونه لتسريع النظام. نلتقيكم في محاضره قادمه باذنه تعالى.